بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة للسيد الإمام الفاضل معتمد أئمة مسعد الشيخ عمر السيد حفلي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تطمئن القلوب. تقترن اليوم مناسبتين، مناسبة يوم الشهيد وليلة الإسراء والمعراج، فنسأل الله عز وجل أن تكون فاتحة خير وبداية لنعود لما كان عليه الرحيل الأول. فرحم الله شهداءنا الأبرار وبارك الله في أعمار الأحياء ووفق الله قادتنا وولاة أمورنا لما فيه الخير في البلاد والعباد. نفرح اليوم بوجود هذه السلة من أبنائنا يحتفلون معنا فوفقهم الله لكل خير. فيا نشو أنت رجاؤنا وبك الصباح قد افترض، خذ الحياة سلاحها وخذ الخطوبة ولا تهب. حفظ الله الجزائر من الفتن، بارك الله في الحاضرين، وفقكم الله لخدمة البلاد والعباد. حمى الله الجزائر، بارك في جنودها وفي أسلاك أمنها، حمى حدودها، ملأ سدودها إن شاء الله. فاتحة كتاب جماعيا فرحوا من